مشينا. متابعي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء وبالضبط حي بورغون، يعني موطن المواهب الكروية والنجوم الكروية. اليوم معنا واحد من النجوم الكروية المغربية، حارس سابق بامتياز، تجربة كبيرة مع فريق الوداد الرياضي، مع مجموعة من الأندية الوطنية، تجربة احترافية في الديار الألمانية دامت أكثر من 30 سنة، أيضا اشتغل كمدرب لحراس مجموعة من الأندية خاصة يعني بالدوري السعودي. اليوم معنا الحارس الدولي السابق ومدرب الحراس فوزي عبد الغني. سي عبد الغني فهمي، عفوا عبد الغني، تحية لفوزي عبد الغني. عبد الغني فهمي، أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا سي عبد الغني. شكرا على الضيافة، ومن هذا المنبر كنحيي إذاعة شوف تي في يعني بالترحاب ديالنا بجميع بعض اللاعبين والتعريف ديالهم في الوقت اللي الكثير من الناس وخصوصا هذا الجيل ديال دابا اللي في الحقيقه ما عارف عليهم حتى شي حاجه. وهذا هو الهدف ديالنا من هذا البث، تبارك الله من الحراس اللي خليتي البصمه ديالك في حراسه المرمى. يعني فرجعك البدايه ديال المسار ديال عبد الغني فهمي، البدايه ديالك في حراسه المرمى والانديه اللي تالقتي معها. فالبدايه بحالي بحال جميع المغاربه، يعني ولد شاب هز الساك ديالو مشى للنادي ديال الوداد على اساس انني باش ندير يعني تيست، وفي حين في هذاك الوقت بانني كنت انا لاعب ما كنتش حارس مرمى. انا البدايه ديالي كانت كلاعب، البدايه ديالي كانت لاعب و يعني عبد الغني تحول من لاعب للحارس. يعني ملي شفت انا يعني شفت الناس جاوا بزاف كيديروا التيست تخلعت، يعني تخلعت لدرجة انني وليت كنقول واش انا حتى انا عندي الحظ انني غنكون من الناس اللي غادي غتكون عندهم الامكانيه انهم يكونوا في نادي الوداد البيضاوي. ساك نتكلموا الوداد ديال التسعينات، الوداد هو ديال الثمانينات، هادشي كنقول لك انا في تقريبا في عندي 15 سنه، 85 مي ملي قال لي عبا سالم الله يرحمه، ملي شاف الطوله ديالي وغير الانتباه ديالو الطوله ديالي، وخصوصا كانوا الناس بزاف، قال لي واش انت يا حارس؟ انا اغتنمت الفرصه وانا نقول له انا حارس، في حين انا ما كنتش حارس. ما كانت عندي تجربه في حراسه المرمى، انا كنت لاعب، كنت افون سونتر وصافي. انت ديك الساعه باغي غير المهم خصني لا شونس باش حتى انا نكون في نادي الوداد وصافي. صافي يعني ملي دخلت للبوطو، بحين يعني احنا التجربه ديالنا ولاد الحي كنا مره كندخلوا للبوطو، كان يعني كيف ما كنقولوا كتقاتل الا كان ناقص شي لعاب، يعني بحكم التجربه ديال الشوارع وديال الدروبه وهذه، يعني بصراحه خرجت راسي وقال لي خصك فوالا تبارك الله الطوله مزيانه غادي تخدم على راسك. يعني بديت العام الاول، يعني بديت كجونيور بي في نفس العام، يعني طلعت الجونيور ا تقريبا ميم با عام تقريبا، كان المدرب يوري جا شافني انا ديك الساعه وفرتوت، وربما النيبات ابرامي، كانت واحد المجموعه ديال اللاعبين كنا ديك الساعه كنمارسوا في كان سميتو يعني الفريق الاولمبي يعني ديال ليسبوار، واختارونا وطلعنا ليكيب ا بدينا التمارين ديالنا، وما كانتش سهله يعني اللي كان لانه كانوا حراس كثار في ديك الوقيته. كان ديك الساعه بدو الزكي الله مشى، كان جا من وراء كاس العالم ديال 86 ومشى ديك الساعه لمايوركا، بقى عزمي، كاين رونق، جاكار الله يرحمه، يعني لائحه طويله، كان عشاب مصطفى، كان بوبغي، كان صعيبه، خصك تكون يعني من وكان كيوري كيقول لنا واحد الحاجه، كيقول لنا الا بغيتوا يعني تكونوا احتياط ديال عزمي خصك تكون حسن منه، يعني خص يكون الاجتهاد، خص يعني ديما خص هذاك الحارس الثاني خصو ديما يدير لا بريسيون على الحارس الاول اللي كان شاد الرسميه، يعني اللي كان شاد الرسميه. وفعلا كنا كنتمرنوا مجموعين، كنا كاخوان يعني مفاهمين مع بعضياتنا، مره هذا روم بلاسو، مره هذا حتى الحين. يعني جات الفرصه انني مشيت بريتي لفريق رجاء بني ملال، ومن بعد رجعت من وراها، مشيت كاحتياطي مع زميل الكاس افريقيا يعني النسخه الاولى اللي كنا لعبناها في السودان فزنا بها،
توجت مع الوداد في 92 توجت معهم في اللقب ديال 92. المهم كانت رحله زوينه وكانت بدايه زوينه مع فريق الوداد، ما عمرني ننساها لان فعلا عشت مع واحد الجيل تبارك الله اللي كانوا فيه بزاف ديال الاسماء اللي تبارك الله كبار، منهم فخر الدين، منهم فاضيل، منهم الداودي، مصطفى الغرشي، مجيد بويبود، ولا اي حاجه طويله 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 يعني الى هاد الاسماء هادي راه الكل كيتذكرهم. تكلموا على الجيل ديال التسعينات. الجيل ديال التسعينات اكيد عبد الغني يعني تبارك الله يعني المسار ديالك طويل وطويل، لعبتي في شباب المحمديه مجموعه من الانديه الاخرى، غنتكلم معك على التجربه الاحترافيه ديالك واللي طولات في الديار الالمانيه 30 سنه، عاودني على التجربه الاحترافيه. ففعلا يعني من بعد ما مشيت لشباب المحمديه وكان اخر يعني سنه كنت لعبت فيها افون سونتر، يعني لعبت فيها رجع لان يوري كان كيمارس عليا الضغط في فريق الوداد، كيقول لي انت اللي لعبتي افون سونتر غتكون من احسن لي افون سونتر اللي كاينين في العالم بحال هكا، وراه الدراري شاهدين على هاد الهضره هادي، وكاينين يعني اصدقاء اللي كنشوفهم دابا عارفين بانه اشنو كان كيقول يوري، لانه كنت كنمتاز بواحد، كانت عندي واحد رجل يمينيه، كانت عندي رجل يمينيه وكانت عندي لا ديتونت، وانا ما كنتش باغي بحكم يعني كانوا عندي جوج ديال الاصدقاء اللي حتى هما في ديزافون سونتر، منهم شعيب ومنهم فرتوت، ما جاتنيش ناخذ لهم البلاصه ديالهم. ملي جا الشباب المحمدي ويقول لي دابا غتلعب معايا افون سونتر، وكانت اول مباراه كونتر الجيش الملكي. لعبت افون سونتر. كنت اول حارس في المغرب يلعب افون سونتر. كانت اخر تجربه ديالي يعني في محمديه 93، مشيت للديار الالمانيه. وبديت كنقلب على راسي لانه ضيعت عامين الاولى بحكم يعني ديك الساعه كنا ما كانوش عندنا دي كونترا، كنا يعني الا بغيتي مثلا تلعب في فريق اخر خصك تجيب، كيقول لك جيب البيت صورتي ديالك باش تسيني. انا ملي مشيت للجامعه ما لقيتش، لقيت الناس تما فهمتيني بحال قلتي ما مسوقينش، ما عارفينش اشنا هو يعني الى 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 مثلا واحد اللاعب مغربي مشى لعب في اوروبا بانه راه غادي يكون واحد المستقبل كبير ديال الفريق الوطني، وخصوصا هذيك الوقيته ما كانوش عندنا حراس، لان 98 باقي نعقل انا اونري ميشيل كان كيتصل وكيقول خص غير فريق في الدوزيام ديفيزيون، ولكن ما رحمونيش وجلست فيها سنتين، وفي حين كنت غادي نلعب في هامبورغ الالماني هذيك السنه لانني درت معاهم تدريب وكانوا بغاوني، ولكن ما كسبش، ريحت فيها سنتين وعادش عاوتاني بديت من الزيرو، بديت في الدوزيام ديفيزيون تروازيام ديفيزيون وبقيت غادي ولائحه طويله، لعبت فرق كثيره وفي الاخر ديال المشوار عاوتاني قلبتها عاوتاني افون سونتر، رجعت كنلعب افون سونتر حتى للسن ديال 42 سنه وانا مازال كنلعب افون سونتر في الفرق ديال لي زاماتور، وكنت كنسجل اهداف وباقي ومازال كاينه في المانيا يعني كاين الارقام ديالي كاينين تبارك الله، يعني الوحيد اللي جمع ما بين الحارس مرمى فعلا فعلا أصحابه. فعلا لان الهوايه لان الحراسه يعني تعلمتها من بعد، ولكن انا كنت كنمارس يعني كمهاجم، فكانت بالنسبه لي انا سهله يعني كنت تعلقت فيهم بجوج، ومن بعد الحمد لله درت التدريب ديالي ومشى المسار ديالي في التدريب حتى هو مزيان. اكيد هادشي اللي بغيت غنتكلم معك عبد الغني، يعني انت تبارك الله تجربه كبيره 30 سنه في الديار الالمانيه، تجربه كبيره، اش ما كتشوفوش عبد الغني كيشتغل مع فرق هنا في المغرب، ما كتشوفوكش بزاف يعني كمدرب الحراس باش نستافدوا من التجربه ديالك؟ بصراحه انا شويه يعني هو الغلط ديالي انا بحكم انني انا شويه يعني محدود، ما كنعمرش بزاف كيف ما كنقولوا، ولكن هذاك الشيء كيبقاو ارزاق. الحمد لله حنايا الحمد لله المحيط اللي باغي عبد الغني ما لقاش، بغينا نعاونوا يعني نساعدوا حتى حنا بالامكانيات اللي تعلمناها في المانيا، وخصوصا يعني درنا لي ديبلوم ديالنا في المانيا والتكوين ديالنا في المانيا، وبغينا حتى حنا نساعدوا يعني الكره المغربيه في الدومين ديالنا اللي تعلمناه. الان كانوا جاوا بعض الفروق جاوا، ولكن ما تماتش يعني العمليه بحكم يعني اما كتكون عندهم يعني بعض المشاكل يعني في التحويل اما الاداري ولا هكا ما كتكونش، ولكن المستقبل ان شاء الله زوين، المستقبل في المغرب ان شاء الله زوين، والكره المغربيه ان شاء الله خصوصا غادي ننظموا كاس افريقيا، غادي ننظموا كاس العالم، فاحنا يعني اي كاع الاطور يعني اللي خصوصا اللي عندها تجربه راه غنكونوا محتاجينها في هذه البلاد هذه.
والحمد لله. ولكن المسار ديالي في الخليج مشى مزيان بحكم انني يعني مشيت الفريق يعني اللي كبير تحت لي الفرصه انني ندرب فيه، ودرت فيه عضو يعني في اللجنه الفنيه، والحمد لله كنت ناجح يعني بكل امتياز، لدرجه في سنه واحده يعني كنت وصلت ثلاثه ديال الحراس اللي كانوا عندي في المنتخب ديال المنتخب السعودي حينذا. فالحمد لله وطلعت دي جون وطلعت، ولكن كيف ما كنقولوا يعني كيجي ديما داك الاشتياق يعني كتكون الغربه شويه قاصحه، كيجي الحنين للبلاد، ملي كتجي للبلاد كتبغي تخدم بصراحه ما كتلقاش معامل. عبد الغني اكيد غنخدم معك هذا البث يعني مع فريق الام ديالك، فريق الوداد الرياضي. فريق الوداد الرياضي هذه السنه كيعيش سنه يعني مغايره للسنوات اللي تالق فيها. الوضعيه ديال الوداد كنعرفوها، كيفاش كتشوف الوضعيه ديال الوداد والمستقبل ديال فريق الوداد الرياضي في هذه المرحله؟ خوف على فريق الوداد البيضاوي، وخصوصا يعني الفروق اللي كتكون كبيره كتبقى ديما كبيره ولو بالازمات ديالها. فيعني بالنسبه لهاد الازمه هذه عاديه، حتى فرق كبيره في العالم كدوز في مراحل ديال الازمه منهم. يعني هذا الوداد تجاوز المرحله هذه معلوم قادره، يعني كيف بدات كتزوج فيها برشلونه، كيف بداو كيتزوجوا فيها ريال مدريد، بزاف ديال الفرق يعني طاحوا في ازمات، وهذا يعني مساله عاديه. يعني ما يمكنش يعني تبقى ديما يعني في نفس المسار في نفس النجاح، وخصوصا كيتغيروا لاعبين كيكبروا لاعبين. حاليا كاين مشاكل يعني في يعني مشى رئيس، خصك رئيس اخر، خص الماديات، خص الناس ديال الوداد. الحمد لله قادرين انهم يرجعوا للوداد يعني للطريق الصحيح، وان شاء الله غادي يكون خير وغادي يرجعوا للطريق الصحيح. الوداد كبيره وغتبقى ديما كبيره، لا خوف على فريق الوداد، على النادي ديال الوداد، لان النادي ديال الوداد الحمد لله نادي كبير وعنده الرجال ديالو وعنده الناس ديالو وعنده فكنظن مرحله غادي تدوز، وان شاء الله غادي يكون الخير ان شاء الله. من هنا لقدام غادي يكون الخير مزيان ان شاء الله. عبد الغني كنتمنى الخير للفريق الوداد الرياضي، وعبد الغني فهمي كنشكرك على الحضور ديالك معنا، وكنتمنى لك التوفيق ديالك في المسار التدريبي ان شاء الله. شكرا على الالتفاته، وشكرا لكم بالتعريف ديالي للجمهور المغربي، وخصوصا احنا كيف ما قلت لك يعني الناس يعني الجيل القديم ما قليل اللي كيعرفنا، فهذه كانت يعني فرصه انني عرفت نفسي بالعدد كبير من المغاربه باش يعرفوا شكون هو فهمي عبد الغني. اخ ديالي هو فهمي عبد الاله، كان عبد الفرجة يعني الناس كيعرفوه، ولكن انا قليل يعني باش كنكون يعني في المنابر ديال الاعلام وهذه، فما كنكونش معروف بزاف. والحمد لله ان تحت الفرصه اليوم، شكرا لكم بزاف، شكرا شوف تي في، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. شكرا موصول لك مره اخرى عبد الغني، شكرا موصول للمتابعين الكرام، تلقاو في بيت جديد ان شاء الله دائما على نفس القناه شوف تي في.